السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام. هذا الدرس إن شاء الله اللي تابع السلسلة نتاعت أدسنس، وغادي يكون أول درس سنة 2020 إن شاء الله، اللي بالمناسبة كنتمنى تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. فأخوتي هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نتحدثوا على النطاق أو ما يصطلح عليه بالدومين. غادي نعطيو التعريف ديال الدومين وغادي نعطيو بعض الأشياء اللي خصك تجنبها في اختيار هذا الاسم هذا. فأولا أخوتي تعريف ديال الدومين، الدومين هو واحد النطاق اللي كتعطيه المدونة ديالك او السيت ديالك. فمثلا غنعطيك واحد المثال نتاع جريدة هيسبريس، فاين فوا كتقول هيسبريس كتمشي لك المخيلة ديالك ديما الجريدة نتاع هيسبريس المغربية، يعني هذا هو الاسم ديالها، هذا هو باش مشهورة، يعني www.hespress.com هذا كيتسمى دومين، يعني متفاهمين. تاني حاجة اخوتي واللي هو علاش غادي نهضروا في هذا الدرس هو كيفاش نختار هذا الاسم تاع النطاق يكون عندي صحيح ويكون عنده واحد يعني الصدى عند المتابع. فاولا اخوتي الحاجة اللي مهمة بزاف هو ان الدومين ديالنا غادي يخص يكون عنده واحد الدلالة قريبة للنيش اللي اخترنا. فمثلا انا كنهضر على الكلاب، فممكنش غادي يكون عندي اسم نتاع المدونة تكنولوجي سيت ولا تكنولوجي ويب، يعني ضرورة غادي يخص يكون عندي شي حاجة اللي عندها علاقة بالكلاب. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اخوتي بالنسبه لهذا الاسم نتاع النطاق خصو يكون قليل، يعني كلمات قليله وعندها واحد الدلاله. فمثلا نعطيكم واحد الامثله اللي بسيطه، مثلا انا كنهضر على التكنولوجيا، يعني الدومين ديالي الا درت تكنو ويب يعني هذا دومين واعر، يعني دومين اللي حتى المتلقي الا دخل السيت ديالك وقرا المعلومات على السيت ديالك، يعني المواضيع اللي حاط في السيت ديالك وعجبو الموضوع، فراه غادي يعاود يدخل وغادي تولي تجي ساهله انه يحفظ هذا الدومين هذا، لانه سهل وفيه كلمتين اللي باينين تكنولوجي وويب، يعني عندها علاقه بالانترنت، يعني تكنو ويب هذا دومين زوين. حتى لهنا متفاهمين؟ يعني حاولوا اخوتي دائما تربطوا الدومين ديالكم بالنيتش اللي غتخدموا عليه باش يكون سهل على الحفظ بالنسبه للزائر، وسهل حتى بالنسبه لجوجل باش ترانكيكم بالنسبه للموتور ديال الريسيرش في جوجل، اي واحد دخل يصيف تكنيشن. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اخوتي هادو اسماء نطاقات غادي خصكم تجنبوها. فمثلا كنجي كنلقى www.kids2080.com، يعني هاد ها هو اسم، يعني اسم تاع نطاق ولكن فيه رقم، وهذاك الرقم عنده حتى شي دلاله، يعني هذا الدومين هذا مخربق. يعني مثلا انا كزائر دخلت وعجبني الموضوع ومشيت في حالي، نهار نقول نتفكر هذاك الدومين ونقول راه غادي ندخل لهذاك السيت الفلان فلاني، راه صعيب باش نتفكر هذيك 280 وي كيدز عارفها كتهضر على الاطفال، ولكن 280 اشنا هي؟ يعني تجنبوا هاد النطاقات اللي كيكون فيها الارقام. ثاني حاجه تجنبوا تيري تكون عندكم داخل كلمة نتاعت الدومين. فمثلا كنلقاو كيدز تيري ديال تسيس ولا تيري ديال تلويت وورد بحال كيف مكتوب عندكم هنايا، فخصكم تجنبوا هاد الطريقه نتاعت كتابه نتاعت لي دومين. ثالث حاجه هي انك تضيف كاركتيرستيك اللي ما عنده حتى شي معنى للدومين ديالك. فمثلا هاد كيدز سلاش سلاش يعني ما عنده حتى شي معنى، وحتى المتلقي راه ما ولا الزائر راه ما غاديش يحفظوا لك. ورابع حاجه واللي هي مهمه ومهمه بزاف وهضرنا عليها ديجا، هو انني ها هو عندي كيدز بلانيت ويب ويب سايت، يعني ها هو عنده كل كلمه عندها المعنى ديالها ولكن طويل، يعني واش الزائر في نظرك غادي يحفظ هذه الكلمات كاملين؟ ما يمكنش. يعني هذا اخوتي حاولوا انكم يكون النطاق كي قلنا قصير، كلمات دلائليه على النيتش ديالك يكون قصير، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه لي كاركتيرستيك، ما يكونش فيه الحروف، وغادي يكون ان شاء الله اللي دومين بيرفكت واللي غادي ترانكا بالزربه في جوجل، واي زائر دخل ليه غادي يدخل يعقل عليه ويعاود يدخل عندك، وغادي يكون عندك فري ترافيك ان شاء الله للدومين ديالك او المدونه ديالك. حتى هنا اخوتي كان هذا هو الدرس مقتضب، وحاولت نزرب شي شويه اسمحوا لي باش توصل الفكره دغيا، وباش حتى الناس ما يملوش من الفيديو حتى عرفتوا غيكون شي شويه طويل. وما تنسوش اخوتي ابوني وديروا جيم وشجعوا اخوكم، وان شاء الله اي جديد راه غادي يكون دائما في القناه ديالي، واللي خصو شي حاجه ولا يتواصل معايا في الفيسبوك ان شاء الله راه ما غنبخلش عليكم بالاجوبه. وحتى هنا انتهت الحلقه ديالنا، شكرا بزاف على المتابعه، وعلى الله ما نكونش ثقيل على القلب ديالكم، طلب ليا فراسك بخوتي، الله يوفق الجميع.